مكتوب. ياسين لو سمحت عايزه حسابات الريزورت. نعم. انت مش قلت لي امبارح ان انت شغال هنا؟ وانا كاونر انا محتاجه حسابات الريزورت. عايزه يا كارما؟ بص الصراحه بعد الدش اللي انت اديته لي امبارح انا قاعده طول الليل بغل فقررت ان انا اصحى اطلعهم عليك. ماشي. تحت امرك يا استاذه، هيبقوا عندك. استاذ. طب خلاص. بما ان انا استاذه فانا هفضل قاعده على قلبك زي المدير الرخم لحد ما تطلع لي كل الورق اللي انا عايزاه. وعايزه الحسابات دي من امتى؟ 15 سنه كويس؟ 16 لو بتعرف تحسب. بقى حلو قوي. انا وانت نفضل قاعدين مع بعض لحد ما تطلع لي ورق 16 سنه. وراك حاجه؟ عاملة ايه يا فريدة؟ ممكن بس انت ازاي تدخل هنا؟ ازاي؟ عشان خاطري اهدي بس. انا عارف. عارف انك مش طايقة تشوفيني. عندك حق. بس أنا آسف، والله العظيم أنا آسف. أنا كل اللي طالبه منك إنك تسمعيني. مش عايزة أسمعك. وجودك كلفني كل حاجة، ما بقاش عندي حاجة تانية أخسرها. يا فريدة، عشان في عز ما أنت كنت بتدوري على الأمان اتبعتي من الكل. كل اللي حواليكي باعوك يا فريدة. وأنا أنا جيت وكملت عليك. كنت بالنسبة لي كتاب مفتوح، عارف بتحبي إيه وبتكرهي إيه. عشان كده نصبت لي الكمين. مش أنا، أقسم بالله ما أنا اللي نصبت لك الكمين. على فكرة بقى، جوازة هادي كان بيترتب لها من بدري، من وإنتي على ذمته. أنا كنت مجرد طعم في طريقك. طعم يا فريد، الشاب اللطيف اللي هيشغلك لحد ما تتطلقي. أنا مش مستنية أدفعك. بصلي كويس يا مهاب. وشوف أنا وصلت لإيه بسببك. ضيفة في ملكي. امشي.